وتضامنا مع الأشقاء اللبنانيين، نفذ أهالي مدينة بيت لحم في فلسطين وقفة تضامنية في ساحة كنيسة المهد، تخللتها إنارة شموع علنية بيروت الحزينة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. نفذت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني تحت عنوان من مهد المسيح إلى بيروت الجريحة والمنكوبة، وذلك في ساحة كنيسة المهد بحضور عدد من الوجهاء حاملين أعلام لبنان وفلسطين. تم خلال الوقفة إلقاء بعض الكلمات المؤازرة للشعب اللبناني الشقيق، وأضيئت الشموع في ساحة المهد ومغارة الميلاد. وبذلك السياق أقيمت وقفة تضامنية أخرى من مصر عناد وبالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وقفة عز وتضامن مع شعبنا وأهلنا في لبنان الشقيق لجميع الضحايا والجرحى بعد الحادث الأليم الذي وقع في بيروت وذهب ضحيته المئات من الضحايا الأبرياء، حيث تخللت الوقفة إنارة شموع علانية بيروت وبعض من الفعاليات وكلمات لأهلينا وإخواننا الشعب اللبناني. أنا اليوم بشارك في الوقفة التضامنية مع لبنان الشقيق ومع الشعب اللبناني إثر الفاجعة اللي تعرض إلها لبنان واللي أدمت قلوبنا كفلسطينيين، وإحنا كشعب فلسطيني تربطنا علاقات تاريخية مع الشعب اللبناني، وإحنا بنتمنى أنه الكل يساعد لبنان للخروج من هذه المحنة ومعالجة آثار هذه الفاجعة التي تعرض لها لبنان، وإحنا كشعب فلسطيني جميعا بكل تركيبته الاجتماعية والسياسية نعرب عن يعني تضامننا الشديد مع الشعب اللبناني، وبنعتبر أنه اللي حصل يعني لازم يوحدنا كلنا كعرب وكفلسطينيين وكلبنانيين للخروج من هذه المحنة. إحنا اليوم واقفين بساحة المهد، مهد المسيح عليه السلام، لنرفع رسالة لنقول للعالم أجمع أننا شعب فلسطين شعب واحد مع شعبنا اللبناني، وإحنا واقفين معهم قلبا وقالبا مع شعبنا اللبناني، وبالتالي إحنا بنقول إنه اللي صار في لبنان هو كارثة إنسانية، وعلى الجميع أن يقف مع شعبنا اللبناني مع الحكومة اللبنانية ومع لبنان الأصيل. عملنا معا مع القوى الوطنية من أجل هذه الوقفة التضامنية مع أهلنا في لبنان، كما قال قداسة البابا لبنان أكبر من وطن وأكثر من رسالة، وهذه الوقفة ما هو تعبير إلا عن محبتنا وعرفاننا وتضامننا مع الشعب اللبناني بكافة شرائعه، وخصوصاً إنه لبنان رسالة إنسانية حضارية في الشرق الأوسط في ظل هذه الأوضاع، ودائما لبنان وفلسطين توأمان لا ينفصلان. كانت فاجعة لقلنا فعلا، كارثة وجع للشعب اللبناني، خاصة للشعب اللبناني، شعبنا نحن أهلنا اللي تدمروا، ومثل ما قال البابا بولس الثاني إنه لبنان أكثر من لبنان هو بلد رسالة، وأنا بفكتي وبقول إنه رح يرجع يوقف على أجري. من 30 سنة لبنان هو يوقع، بس بفتكر هالمرة وقعته صعبة، بس بإذن الله من أرض المهد من المسيح من هون رح يقوم بعون الله يرجع يوقف على أجري، يرجع تعم السلام، ونحن سعي من عزي كل أهل الضحايا يلي وقعوا بالحال، الجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل، المفقودين يرجعوا لأهليهم، يعني كتير صعب، يعني أهلنا 30 ألف 300 ألف بالشارع مشردين لمأوى بالجوع، وبرضه بقولوا نحن صامدين رح نوقف رح تجي الأيام ونرجع نعمر لبنان مثل ما كانوا أحسن. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.